الله مشاهدينا الكرام وعظم الله اجركم بمصاب الامام الحسين عليه السلام وال بيته واصحابه الاطهار. هذه حلقه جديده من برنامج من حولك والبدايه دائما بالعناوين. ما هي الفوائد الاخلاقيه والقيميه لتضمين الملحمه الحسينيه بالمناهج الدراسيه؟ العواصف الترابيه واضرارها والاحزمه الخضراء والغطاء النباتي حلول مؤجله. ابدا مو غريب انه تحظى الحوادث الانسانيه باهتمام اقلام الكتاب وذاكره التاريخ ومؤكد انه ابعاد الوقائع الانسانيه تختلف من حيث قيمه اثرها، اهميتها، تجدد نتائجها، واستمرار مصاديقها. عاشوراء الامام الحسين عليه السلام مو مجرد حدث تاريخي عظيم، انما جسد واقعه الها من الفراده والخصوصيه ما يميزها عن غيرها. تجاوزت حدود الزمان والمكان بما تمتلكه من منهج وقيم بالعطاء والإنسانية والثبات على الحق والشجاعة ومواجهة الظلم والاستكبار نحكي بكل هالقيم والملحمة العظيمة ونتساءل بنفس الوقت ليش مثل هذه الملحمة بالاجتماع والاقتصاد والسياسة والفلسفة ما موجودة بالمناهج الدراسية هذا موضوعنا الأول بحلقة هذا الأسبوع من برنامج من حولك عن هذا الموضوع والتفاصيل نرحب بضيفنا بالاستوديو المؤرخ الدكتور علي النشمي رحب بك دكتور اهلا وسهلا عظم الله اجركم يا اهلا وسهلا بك دكتور بدايه نتساءل بشكل مباشر طرحنا في مقدمتنا هذا السؤال انه ليش ما يتم تضمين هذه الملحمه العظيمه ملحمه الامام الحسين عليه السلام بالمناهج الدراسيه خصوصا للمراحل الابتدائيه وحتى المتوسطه يحتاجون مثل هذه الامور وهذه الملاحم العظيمه ان يشوفوها موجوده بكتبهم الدراسيه. وهي يوجد تفكير دوني لدى م -م. البعض خصوصاً هذا فتره 1400 سنه من وغيرها صار تراكم كروموسومي فصارت العقليات الجنوبية بها خوف دائما ودائما الإحساس بأنه ليس لديه حق ولا يملك أن يعني لا يستطيع أن يملك الريادة ودائما الشك ثم هنالك الصراع لأن كل واحد يشك في الآخر وبالتالي أصبحت المبادرة معدومة في هذا الاتجاه ولهذا الآن يعني السلطة الآن بيد الأغلبية في العراق يعني ومن حقها أن تعطي للتاريخ جزءا من حقه ولكن لم يحصل يعني تلاحظ سوى مؤتمرات في باريس وفي غيرها تصور مؤتمر لتغيير المناهج 2004 يعقد في باريس ليش ما تعرف لأنه خاطر روحون لباريس يتونسون هناك ونساء ومشون ثقة عندك حقائق يعني هذا فال... تغيير مناهج بالعراق بالعراق نعم يصير باريس نعم سوى باريس إيه وراحوا شهر هناك تونسوا وجوي ولم يغيروا شعرائه آه القصد ان هنالك دونيه او آه اقول دونيه مم. شيعيه ليش هذه الدونيه ما احنا نحكي عن عن فخر عن شجاعه عن حق يفترض عن ثبات بوجه الباطل مو هي هاي القضيه انه مم. انت عندما تطالب بهذه الحقوق يتصور الطرف الاخر بانك تريد ان تفرض شيئا جديدا لم يكن موجودا مم. وتغير حقائق هم مستندون عليها مم. وبالتالي هذه عندما تثبتها بها استحقاقات سلطويه وبها استحقاقات اقتصادية أنت من تقول بأنه ثورة الحسين عليه السلام كذا وكذا وكذا هذه معناها السلطة يجب أن تبنى على صيغة تختلف عن الصيغة التي موجودة بها وهذا الشيء يغير المعادلة أساسا والجماعة هنا يريدون فقط يأخذ ما يستطيع أخذه ثم يهرب يعني إيش هو الموجود بالمناهج لازم تابع لي خلينا نقول فكر ومنهج السلطه بغض النظر عن اهميه ما موجود نعم واهميه ما نعم لازم يكتب لا هو هو هذا, هذا سؤالين مو سؤال واحد نعم كل السلطات السابقه كتبت المناهج على ضوء هذا في زمن البعثين كتب التاريخ بصيغه بعثيه وبالتالي طلعوا يعني ثوره يعني هوايه الاشياء غيروها وبالتالي صاغوها بصياغه قوميه حتى عندما تكلموا عن الحسين العروبة وما أدري إيش العروبة طبعا هو هل يوجد أكثر عروبية من الحسين وعلي ومحمد هم أم أصل العروبة آه وجوهر العروبة هو علي بن أبي لغة وشخصية ومنطقا وثقافة بالتالي آه آه يصيغوها بطريقة أخرى وبالتالي العملية تحتاج إلى إلى رجال شجعان إلى ناس مم. مثقفين ولكن مستشارين يجيبهم مستشارين وناس ليست لهم علاقة لا بالتربية شنو تقييمك لما موجود حاليا خصوصا اللي بالمراحل الابتدائيه والمتوسطه بكتب التاريخ وغيرها الشخصيات اللي موجوده تستحق انه بهذا الكم ناخذها ونتناولها وانه تدرس للاطفال والله مضحك انا مره شفت اطفال توني كتبكم تاريخ وغيرها والله شفت اشياء مضحكه جدا واللي كاتبها بروفيسوريه بروفيسوريه كانوا بعثين وجابوهم خلوهم هم لان عنده علاقه ويا المستشار وزاره التربيه وغيرها وكتبت بصيغه مضحكه جدا وبالتالي لم تترك اي اثر اخوان هذا تحتاج الى خبره الى ناس يفهمون بالسيكولوجيا وبالمجتمع وايضا بتخصص الماده نحتاج الى تغيير حقيقي التاريخ الاسلامي الذي يطرح في مناهجنا الان هو نفس التاريخ الاسلامي الذي طرح في قبل حوالي 30 و40 و50 و60 و70 سنه نفسه. لحد الان نفس الصيغه وبالتالي نحتاج الى طرح احنا ما نقول نطرحها بطريقه طائفيه لا حاشا لا, لا. وقع تاريخيا اكيد حقائق تاريخيه على ضوء المصادر مو مصادر الشيعة المصادر السنيه يعني انا اكتب التاريخ انا عندي 220 كتاب طيب بها حوالي 60 كتاب اسلام مم. كل مصادر سنيه لا لكن هو لكن هو هي لكن لكن هو شنو اللي ينادي به احنا ليش ناخذها في بعدها الطائفي؟ لا مو بعدها بعدها الانساني موجود الاجتماعي السياسي لا 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 خلص صحح لك انا ما اقصد دام هو انت متهم بالطائفيه فلذلك تقول لا هو الطائفه اللي تتهمك انت تقول انا مصادري كذا اخذ واخذ مصادر الطائفه الاخرى وبالتالي بالعكس هذا لا طائفي مصادر الطائفتين تختلف على عظمه قضيه الامام الحسين عليه السلام ودوره؟ اطلاقا لا بالعكس ما مكتوب المصادر السنيه ما لم يقراه الشيعه. مم. كل اللي تقرأ انت عن مصادر الحسين هو من المصادر السنيه. على فكره مم. أن المصادر السنيه كتبت قبل المصادر، الشيعه شو كتبوا؟ كتبوا بعد السنه ب 150 سنه. وبالتالي كل اللي استندوا عليه الشيعه بكتاباتهم أخذوا من المصادر السنيه، الطبري وغيره وغيره وغيره، وغير و... ولذلك لذلك فانه انت بال... لكن مش اكو اغماط. اغماط هذا شنو هذا الحديث لا هو هو ما موجود حاليا نعم. يعني الشخصيات اللي ماخذيها ما بكتب التاريخ كمثال نعم. اهم من الامام الحسين آه هو هكذا هذا هذا الخطا الكبير جدا يجب الخليفه الفلاني والمتولي الفلاني والتاريخ يقول عنهم انه ذولا مجرمين وذولا ذباعين وذولا سافكين للدماء شلون ناخذهم ونجاوز الامام الحسين ما يعني هي شوف يعني ثوره الامام الحسين ثوره بالمقاييس التاريخيه تعتبر ثوره محدوده جدا 72 واحد قتل يعني؟ مقابل معارك قتل بها نصف مليون مم. ولكن هذا النصف مليون أحد لا احد يذكرها ولم تغير شيء في التاريخ لكن ثوره الحسين 72 غيرت التاريخ كله، التاريخ كله تغير لولا ثوره الحسين طبعا هذا مو شيء يتصور البعض، نعم لولا ثوره الحسين لما بقى شيء اسمه دين محمد. لكن تحول الى دين اموي والخليفه الاموي وهو هذا ومن شنو وربطوها بقضيه ايديولوجيه جديده فان اولي الامر لو لاط بك وبعائلتك واخذ مالك وعيالك وجلدك كل يوم يجب ان تطيعه تطيع. نظريه القدسية هو الإله الاله ومن حق وتسقط الواجبات عن اولي الامر يعني ما يصلي ما يصوم يسني يشرب يس... هاي النظريه فبهذا ثار الامام الحسين عليه السلام هو هي هذه هذه الافعال دم الحسين هو مم. الذي نهى هذه القضيه مم. ولكن منها نهائيا كانت مشعل انطلقت منه كل الثوره العباسيه مم. انطلقت على اساس هذا والثورات كلها انطلقت من أساسه وهو الرضا من ال محمد وثارة الحسين وغيرها وبالتالي بقت ولم تزل مم. ولم تزل يعني هسه في جنوب لبنان اشراف عين يا شعار مم. شعر الحسين وبالتالي هذه الثورة العظيمة اللي بجنوب لبنان حزب الله وغيرها هي جاءت من هذا الشيء <applause> وبالتالي احنا بأمس الحاجة إلى أناس شجعان ايش قد مهم اليوم انه نضمن هذه الثوره بكتبنا ومناهجنا؟ هسه احنا ليش عرفنا انه ايش قد مهم ايش قد راح تستفيد من عندها الاجيال في حال انه تضمنت؟ <applause> اولا 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 الدين يستقيم. <applause> شوف آه انا وانت نكره الطائفيه. ولذلك احنا لا نقرا آآ آآ نقرا كتب العامة حتى احنا قرانا الطبري والبلاذري والسعودي و... هاي اللي قرأناها هاي تربينا عليها لا يمكن ان تنتهي الطائفيه ولا يمكن ان ينتهي الانحراف الا بدراسه التاريخ دراسه موضوعيه والاحتكام اليه اما سكتوا هو من يقدر يقول انا سكتوا 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 سكت منو؟ الطرف المستفيد <applause> لا سكتوا هاي طائفية أنت شنو أنت عجبي حد... لا لأنه الحقائق لا تنفعه ولذلك بقى التاريخ ويجيك لا لا تفرق م -م لا أخوان لا أخوان يجب أن يطرق التاريخ بطريقة علمية أنا دائما أمثلهم يا مثل سخيف مرة متزوجة يومية وراح لها يا بلاش بساطة هذا مش يلا يلا روح الخاطر اخوها يجي وديها ورجع ثاني يوم أما انبسطت وما ادري شو ثالث يوم لحد ما صار بالسكاتي لكن لو يقعدون تعال بويا انت ليش مزعلها بويا ما تسوي لي يابا يا بنتي زعلك والله ما جاب فلان شيء تصير مره رحت جاي منها وشنو تنتهي القضيه لان مم. يطلعون على الحق لكن ابو لا ارجعي ما عندنا مره ترجع وبالتالي يبقى الوضع عليه الى ان يصل الى ماذا؟ الى القتل بين الزوجين هذه نعم. الطريقه هذه طريقة جاي يصير التعامل والوقائع التاريخية نعم أي هسه الآن أنا الآن أنا كنت إذا أقول كلمة العراقيين كلهم يهلهلون بها مم. الآن أنا 70 مليون العراقي يسبون ويشتمون بها لأن أطرح حقائق أطرح حقائق مو صادمة والله مم. حقيقية بسيطة ولكن مم. ولكن تتعارض مع منهج معين مم. أنا شخصيا وأقولها لله أنا ما عندي شيء بالدنيا أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوطن ويعني ما يقوله الله وبالتالي لو ياتي اناس شجعان اخرين سنكون نعم ما شجعان حتى بس هم قد يكونوا اصحاب عوائل مو يعني شويه يعني زين زي. 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 فلذلك لو هذه القاعده تتسع لا ستشكر طيب. شلون شلو نوظف هذه المبادئ مبادئ هذه الثوره العظيمه شلون نوظفها بحياتنا اليوميه ما نادى الامام الحسين والنادي دائما كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوره شلون نخلي هذه الشعارات لبيك يا حسين الحسين ثار بوش الاصلاح شلون نطبقها على ارض الواقع؟ والله هي اول اساءه للحسين هم اتباع الحسين، كل الفاسدين يروحون يطبخون ويمشون كل لا يعني نسبه كبيره جدا <applause> عفوا يعني اشكرك اشكرك على هاي ال <applause> اغلبيه الناس اللي متهمين بالتزوير متهمين بالفساد متهمين <applause> بالشيء فذلك اعطوا صوره بحيث هذا ما ينطق عن فمه ما محترم لكن لو كان الشخص الذي يقول بكلمات الحسين وبيهنا شخصية محترمة وجعل من نفسه أنموذجا بالتأكيد يكون ميدانكم الأول نفوسكم قول الإمام علي إن استطعتم عليها كنتم على غيرها أقدر ولذلك الآن أنا أطالب الناس اللي يسمون نفسهم أتباعي علي والحسين أن يكونون حسينين أن يكونون علويين بعد ذلك اي كلمه ستكون مؤثره ولذلك شلون يكون حسيني ويكون علوي؟ فقط أنه اني اقرا الروايات او انقل الروايات او اسوي الشعائر او اطبخ او غيرها؟ لا طبعا اطلاقا لا. لا هو عندما اكون مسؤولا اكون مسؤولا منصفا وصادقا ونبيلا م -م. عندما أكون صاحب تجارة أكون صاحبا جميلا ورائعا ومنصفا مم. عندما أكون مدرسا أجل مدرسا نقيقا ما أخذ رشوة ما أعتدي ما هذا عندما أكون مدير وبالتالي هذه كلها أنا وكلكم راعي وكل بس عن رأيت لو ممرض ممرض في مستشفى بأخلاقه وطيبته وهذا وهو حسيني يؤثر في كل المستشفى مدير مدرسة لو كان مدير معمل وغيرها هذه 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 النماذج يسمى قادة الرأي هذه لو تغيرت سيتغير المجتمع بالتأكيد هو القدرة صعب القدرة صع صعب الالتزام بهذه القدوه، صعب انه نطبق ما اراد الامام الحسين عليه السلام اطلاقا لا. لا. بس لكن بشرط ابعد السلطه. اللي يصير الان هو اتش قصتك تروح تصير مدير عام، تروح فلان حزب. آه ايضا مسؤوليه الاحزاب التي جاءت، ومسؤوليه الناس الذين يحكمون الان، وخصوصا الاحزاب الاسلاميه. جابوا اناس من ابعد الناس عن الدين والتقوى والحياه، جابوهم وحطوهم وخلوهم نموذج جاي هاي اللعبه مال باذنجان وحطوا. ترى مو كذب. يعني هاي بيت تلاحظه بعد ورا يوم اللي بطل من هاي الفضائيه الاسلاميه يروح هذا شوف هاي ناصعة البياض بعد وين كانت هاي انا واحد عمره مو هسه احنا هذا الطرح حمي انا البعض يقول لك انه انت جاي تخلي هذه هذه العبارات او هذا الطرح يشمل الكل لا انه يشمل لا. كل العفو المزورين ولا, ولا؟ المزورين لا. يعني نحكي عن فئه ما نحكي انه كل واحد مختوم أنا أو واحد ممكن لا قلت لك من الطبيعي لا هو من صلاته من سجوده شوف تصير هذه الاثار شوف استاذ هي هذا هذا دفاع <applause> يستغلوا الفاسدين هذا الكلام <applause> لا 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 هذا مو دفاع هذا مو دفاع لا اسمح لي بس احنا ما نقول انه الكل او اسمح <applause> لي اسمح لي عمره 30 سنه <applause> انا من عمري سبع سنوات اصلي عمري 68 سنه, سنة. <applause> بشرتي بيضاء اشو ما بينت عندي وسجدتي طويله مم. يجيك واحد عمره 23 سنه يعني صار له خمس سنوات يصلي هاي ما ايش معكوشه ليش ما تعرف ولذلك انا اقصد اتكلم على هؤلاء الذي بداوا بعد 2003 والان تغيروا وتلاحظ هسه شوف دول اللي كنت اشوفه قبل 20 15 سنه هذه سوداء هسه الان بيضاء يعني لان شويه خفت حتى القصد نحن يجب ان نحارب مم. الزيف جي. عندما نحارب الزيف فينا وفي أنفسنا سنكون قدوة حسينية أما أحنا نكون مزيفين مم. وكاذبين وهذا ونريد نغير الناس ونجعلهم حسينيين أبدا 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 أحنا ما نريد ندافع عن الكاذبين والفاسدين والمزورين ما نريد نبعد ولا نريدهم يستغلون قضية الإمام الحسين عليه السلام نرجع لموضوعنا الأساسي ما يخص المناهج أه استنفذت قضية الإمام الحسين عليه السلام في الكتابة، يعني كتب وتحدث عنها بما فيه الكفاية أبدا لو تحتاج أنه بعد تؤرخ الطلاقة. ويكتب عنها لم يكتب منها لحد الآن لم يكتب؟ ولحد الآن الإمام علي لم يكتب عنه شيء. ثق أه. وأنا أحكي عن إنسان مه. كتب الكثير. يعني أنا أقرأ نهج البلاغة، قرأتها عشر مرات. طبعا أنا عذراً أقول أنا بس حتى تكون كمثال من... لأن فاهمها يعني. أنا قرأت نهج البلاغة عشر مرات مه. كل مرة أقول راح أقرأ نهج البلاغة أطلع علي والمرأة شو عنده ويا المرأة سويت كتاب علي والمرأة من, مرة, ثاني من مرة ثانية مرة ثانية قلت علي والطفولة لقيت علي والطفولة وحجوا كتاب كما عن الطفولة علي وعلم النفس لقيت علي آه. والفلسفة لقيت قلت اليوم راح اقرا عن الفلك، علي والفلك صار كتاب عن الفلك، لو تقول دم علي والجنس مم. تيجي كتاب، علي والفن مم. تيجي كتاب، علي والعلاقات الانسانيه تيجي مم. كتاب، علي واحترام كل شيء هذا مدروس مم. لا ومن درسه درس احنا متشلبين بجورج قرداء جرتاق <تشارتك> يعني الله يرحمه الرجل احنا وكانما عندنا عقده نقص والله وبعدين يطلعون بالفضائيات قال جيمس ستيوارت ان عليا الاستشهاد بالغرب منو جيمس ستيوارت <applause> منو هو هذا اللي يطلعون اسمه جيمس ستيوارت هو قال بارني مورو وراقص الفلانيه اكثر كلمه هذا هذا مو حكي مو طلع وقال فلان انه كذا شو الحي هم ذول شو ذول؟ جاي نقزم القضيه <applause> احنا نقزمها ونهينها علي لم يدرس علي لم يكتب عنه أنا بقال سيقول ايه الخير بك نعم انا كاتب عشر كتب عن علي بن طالب وبعدني انا احس شايف واحد أمام محيط وقدامه حصوات على المحيط. ممكن ممكن على المحيط انا بعدني متعجب بالحصوات مع المحيط بعد ما طاب محيط علي بن طالب انا وكل الناس فاذا نحن مقصر الحسين حسين مني وانا من حسين اشرحوا لي اياها هاي ممكن نصير بها كتابات علي بن ابي طالب كل سطر بلهجه هاي مبالغه ممكن تبني بها فلسفه كل سطر سطر نظريات مم. علم النفس مم. كارل ماركس مركز كتاب رأس المال على فائض القيمة مم. ما رأيت قصرا شهقا إلا وجانبه حق مضاح هذه هي نظرة كارل ماركس هاي تختصر مم. رأس المال وال... والاشتراكية وغيرها مم. هذه لو تدرس يعني طيب. هي كانت محاولات عندنا مفكر عظيم للأسف احنا مفكرين عظماء يموتون صغار زي... المرحوم الصدر الأول الصدر هو رجل هذا رجل انا اسميه فلته مو لانه انا احبه وما شنو هذا والناس تحبه وذا تكرم بعلميته انا ما اعرف حتى انتم من جماعة علميته فلسفته بس هذا الرجل كان عقليته عقليه رائعه هذا لو الله منطى عمر لو هو هم شويه مبتعد مم. عن السياسه يعني كان يبقى يبقى يبقى, يبقى الصادق عليه السلام مم. ما دخل بالسياسه ولا دخل بالثورة مم. كان لهم لا لا يا عماه الان مو زمن ثوره ترى حتفشل وراح يموتون الناس مم. فتلاحظ بنا المذهب جيد. الصادق فاذا نحتاج جيد. نحتاج الى عقول تهتم بالعلم ولذلك مو كلنا لازم نصير ثوريين، لا للثوره طيب. رجالها وللعلم رجاله. جيد، اليوم اليوم احنا عندنا عصر انفتاح نعيش به اكو تطور، اكو تكنولوجيا، اكو تليفون، اكو لابتوب، اكو نت. شلون ممكن نوظف هذه الوسائل بنشر هذه الثقافه ونشر هذه القيم؟ ها سؤال جميل. تدري السوشيال ميديا الان غطت على العالم تدري الان السوشيال ميديا لغت ما يسمى بالصحف الرسميه والورقيه يعني اضرب لك مثل قبل سبعة تشرين قبل انتفاضه الاقصى كان كل السياسات العالميه الفرنسيه مثلا يتخذوا قرار يشوفون واشنطن بوست تقول هذا هي الصحف اليوميه الصحف الامريكيه يعتبروا هذا كلام الدوله واللي على الفرنسيين ياخذ اللوموند وغيرهم ف كلهم اول ما صارت الاقصى الكل مع الكيان الصهيوني يعني لانه صحف رسمي ورا اسبوع السوشيال ميديا حرق الدنيا طيب. كل الحكومات بالعالم دايرت تاثرت بحيث طلع رئيس وزراء اسبانيا قال هذه الدوله الصغيره الممسوخه هذه واعترف واعترف رئيس وزراء اليونان والبرتغال وهرب بعد 10 ايام ذي خلال شنو؟ السوشيال فالسوشيال احنا احنا <applause> نسمي نفسنا اتباع علي ابي طالب شوف لما ينشر انا مثلا دائما اكتب على علي بن طالب يطلع لي خمسين واحد لك انت بد واحد طائفي وحقير وسافل وانت مخابرات وانت <applause> انت شيوعي وانت امريكي شيوعي وامريكي وايراني واسرائيلي ما تعرف شلون اني هذا تحير بالتعليقات هذا الحاصل فال700 واحد يلجبوك بينما الاصوات اللي محبه لعلي سوبمون بوكمون هذا الخوف على الذات وهذا عدم الرغبه في أن ينقص من هو خوفه من القضية يعني؟ لا الخوف مم. على نفسه ما يريد يخسر شيء، ما يريد يخسر ما يخسر متابع يبيع علي بن ابي طالب من اجل المتابعة لا متعرف انا عندي متابعين نصا، انا احكيلك لك حقائق انا رجل واضح مو انا لا انا ما اقدر لانه عندي متابعين من الانبار شنو الانبار؟ بالعكس الانبار رجل مم. او اكثر اسم موجود مم. بالانبار هو علي بن ابي طالب، علي اكثر اسم بالانبار اكثر اسم بس من جهه القاعد القاعده شويه خفض بس اكثر اسم بالانبار هو علي بن ابي طالب <ممم> وبعدين هو علي بن ابي طالب شيعي هو اول سني بالاسلام هو علي <ممم> لانه شنو سار على سنه رسول الله فهو هو ابو ابو السنه وبالشيع <ممم> <سيئة> فالقصد شو انت شنو انت خايف؟ لا اطرح الاشياء انت ما اقول لك أحكي طائفي احكي بما يقوله محمد وعلي لكن الخوف من هذه الاشياء غير ما عنده استعداد ان يخسر اي شيء فهذا هذا نقوص وعدم مبدئيه ومن تحكي يقول لك علي بن ابي قضيه قضيه الامام علي وقضيه الامام الحسين اسمى من كل هذه الامور واسمى من هذه المزايدات وانه مثل ما وصفتها انه يتخوف انه يخسر متابع واحد فما يفتح لسانه وما يفتح حلقه بهذا الطريقه انا اشكرك المؤرخ والدكتور علي النشمي على كل هذه المعلومات والايضاحات شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك. بارك الله اذا مثل ما تفضل الدكتور نحتاج الى قرار شجاع اكثر حتى نضمن هذه الملحمه والوقائع التاريخيه والحقيقيه بالمناهج الدراسيه صحيح انه ممكن مجلس حسيني واحد يعادل كذا عدد من الكتب وكذا عدد من الروايات لكن انه تكون موجوده وان تكون شواهد حقيقيه موجوده امام الطلاب المدارس ورياض الأطفال وحتى الجامعات أمر مهم وضروري ومن المهم أن تعمل عليه الجهات المعنية والجهات المتنفذة بهذه المواضيع وبطباعة المناهج الدراسية فاصل وبعد بسبب التغير المناخي خسر العراق أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي الزراعية ووصل الغبار والأيام المصحوبة بالغبار ل 270 يوم ويتوقع أن توصل إلى 300 يوم بحلول عام 2050 هذا يعني أنه عندنا 75% من أيام السنة راح نشوف بها غبار وتراب وهذا بالتأكيد إلى أضرار اقتصادية وصحية واجتماعية باعتبار أن الغبار والأتربة تأثر على هواي أشياء نستخدمها بحياتنا اليومية وبالأساس تأثر على صحتنا كأفراد تقرير بالأرقام عن تأثيرات الغبار والأتربة والتوقعات بالنسبة للغبار خلال السنوات القادمة نتابعه ويا غفران حسن مرحبا يصنف العراق بالمركز الخامس ضمن قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ والجفاف تشير دراسات خبراء الارصاد الى ان عدد الايام المصحوبه بالغبار تصل الى 300 يوم بحلول عام 2050، وشهد العراق تزايد بعدد العواصف الترابيه بالسنوات الاخيره وتحديدا بعام 2022، واجهت البلاد اكثر من ثمان عواصف ترابيه كبرى بفتره قصيره جدا، وهذا تسبب بمشكلات صحيه واغلاق المطارات والمدارس واعلان حاله الطوارئ في عدة محافظات. أما في 2023 سجلت وزارة البيئة 122 عاصفة ترابية و283 يوم مغبر. ووفق خبراء الأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 25% من انبعاثات الغاز العالمي تنشأ من الأنشطة البشرية. وهذا شنو يتطلب؟ يتطلب رفع الوعي المجتمعي لمخاطر هذه العواصف. بما فيها مشكلات تنفسيه للسكان، وايضا التاثير السلبي على الزراعه والحياه البريه، وكذلك تؤدي الى تاكل التربه وتقليل خصوبتها، وهذا بالتالي راح ياثر على الانتاج الزراعي. وبعد ما تابعنا هذا التقرير راح بضيفنا بالاستوديو الدكتور عمر الشيخلي الاكاديمي والخبير البيئي، رحب بك دكتور. اهلا وسهلا اهلا مرحباً. وسهلا يا مرحبا. دكتور بدايه يحتاج ان نعرف الفرق ما بين العواصف الرمليه والغباريه، ومن بينهم اكثر تاثير سواء على المحاصيل الزراعيه او على الحياه عامه. شكرا جزيلا، طبعا سهلاً. بالبدايه قبل ما نروح الى موضوع العواصف لازم م. نعرف انه الفرق م. ما بين التصحر والصحراء والصحراء لان مكونات هذه العواصف، العواصف م. فيها رياح يعني مسيره او متجهه باتجاه معين. م. تحمل ما موجود في طريقها. فالأقاليم يعني الاقاليم اللي تفوت عليها راح تاخذ المكونات الاساسيه من عندها فاذا مهم. مرت على صحراء فهي تكون يعني رياح صحراويه رمليه، مهم. مهم. واذا مرت على مناطق متصحره او مهم. متدهوره راح تحمل وياها اضافه الى ذرات الرمل راح تحمل الغبار. مهم. طبعا كلاهما تعتبر من الكوارث الطبيعيه. كوارث كوارث طبعا، مهم. يعني اذا زادت معدلات هبوب الرياح باتجاه معين وتاثرت بقع معينه في المناطق اللي تمر عليها ممكن أنه تعلن كمناطق منكوبه لتاثير على الصحه العامه، على البنيه التحتيه، على يعني على العادات التقليديه للشعوب اللي موجوده عليها. فبرأيي انه الـ يعني كميات الغبار المحمل او الرمل المحمل هي راح تكون ذات تاثير مهم جدا على حياه الناس الموجودين سواء كانت غباريه او رمليه. جيد. جيد. عفوا احنا حاليا وضعنا شنو بلدنا؟ طبعا هو البلد ما نقدر نباوع عليها بيعني جزء من الاحجيه نباوع على العراق وكجزء من منظومه عالميه وكجزء جزء من منظومه شمال الجزيره العربيه والشرق الاوسط مم. حاليا نتيجه لموضوع التغير المناخي طبعا, طبعا انا احكي مم. لك بالجانب الاكاديمي التصحر مم. يعتبر باولويه واهميه حال حال التغير المناخي لان هو مم. عارض symptoms يعني من التغير المناخي مم. وحاليا العراق مقبل ايضا على جهود كبيره في الرياض في المملكه العربيه السعوديه في مم. مؤتمر التصحر مم. لمعالجه هذه المشاكل اللي جنابك تطرقت لها. سابقا كانوا اهلنا يقولون الطوز زي. رياح الطوز مم. اللي هي محمله بكميات كبيره من الاتربه. مم. هي كانت هاي رياح الخماسين الخماسين يعني التسميه جاتي من رقم خمسين يعني هي تبدي بعد خمسين يوم مم. من دخولنا فصل الربيع فتشاهدها مم. في فصل الخامس والسادس. اثارها تبين بعد طبعا مم. مصدرها يعني صحراء اللي مم. هي الصحراء الغربيه الكبرى بالشمال افريقيا فتلقاها طوز يعني جايه من يعني محمله مم. بكميات كبيره مم. من الغبار. مم. نتيجه التغير المناخي البشري مم. ادى الى اضافه غازات دفيئه لل يعني بدات هذه اتجاه الرياح تتغير بدات يعني الظواهر البيئيه تتغير فقامت تجينا رياح شماليه مصدرها يعني البحر الابيض المتوسط يعني تهب على بلاد الشام يعني اقصد سوريا وفلسطين وباتجاه شمال العراق بدات تصل حتى الى جنوب العراق يعني خلال عفوا خلال فتره 20 سنه من عملي في الاهوار العراقيه أتفاجأ في حالات هبوب غبار داخل منطقه مائيه هي يعني الاهوار داخل المي يعني داخل المي وهي يعني يعني من العلامات البيئيه الم... يعني الحرجه زين احنا مثل ما قلنا جزء من كل العراق مو لا. خارج هذه المنظومه صحيح. وبالتالي التغير المناخي العالم كله يواجهه طبعا احنا وين والعالم وين بهذا الموضوع العالم شلون دا تواجه الدول شلون دا تواجه والعراق شلون دا يواجه هذا التغير المناخي طبعا هذا سؤال مهم جدا وأني بكل يعني كنت احد المدربين للوفد الـ الـ الوطني العراقي في آس. مؤتمر التغير الاطراف اطراف تغير المناخ الماضي في دبي فالعراق تقدم بشكل كبير في موضوع المناخ وخاصه في جزئيه التصحر. يعني الموضوع المناخي يعني بعده جزئيات منها التنوع البيولوجي منها التصحر فالتصحر بما انه تاثير باتفاقيه كبيره اتفاقيه التصحر اليو ان سي سي دي طبعا اتفاقيه حالة اتفاقيه التغير المناخي العراق بدا يضع مجموعه من المشاريع ومجموعه من الخطوات يعني خلينا نقدر نقول عليها هي approaches يعني مجموعه من المشاريع التخفيف مم. والتكيف مم. تجاه تأثير التصحر خاصة مم. في المناطق اللي يعني تكون بها الأراضي متدهورة أهو. نقصد بها المناطق اللي هجروها أهلها مم. لعدة أسباب زي. مثلا مناطق غرب العراق ومناطق المحاذية للأهوار العراقية مم. كانت الناس تستغل الأراضي طيب. فمن هجرتها نتيجة لتغير المناخي فصار لاجئ بيئي، هذه المناطق تركت فتحولت مه. الى بؤر لانطلاق مه. العواصف الرمليه والغبارية من بنحكي على مشاريع، المشاريع بدات تطبق، بدات تتنفذ او تنفيذ لها. طبعا، طبعا هاي المشاريع مه. دائما نكون عليها هي مشاريع استراتيجيه، يعني خمس سنوات، عشر سنوات، مه. اضافه الى انه تحتاج يعني جهد دولي وتمويل عالي جدا. مه. العراق وضع الخطوات الاساسيه في هذه المشاريع خاصه في وزاره الزراعه، وزاره البيئه العراقيه، وبدا الان ينطلق مجموعه من المشاريع. اذكر لك منها مثلا مشروع اسمه جيف 8 مشروع م. كبير جدا هذا تقوم به وزاره البيئه العراقيه بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي في العراق آه لمده خمس سنوات يعالج الاراضي المتصحره م. في حوض الفرات الاعلى في مناطق آه غرب العراق م. وتاثيرها ايضا على المناطق في وسط الفرات جل. وفي جنوب العراق م. فهذا المشروع يبدي راح ينطلق ان شاء الله السنه القادمه وهو ايضا يساعد على تخفيف م. تاثير التغير المناخي على السكان المحليين على طول حوض الفرات جل. عندنا مناطق تحتاج اكثر الى مشاريع اسرع نعم, نعم. انه لازم نبدي بها هسه هذا السؤال سوء. طبعا اكيد مم. لان العراق يمشي ضمن منهاج محسوب ومخطط بشكل جيد العشوائيه متروكه بعيدا عن هذا المجال العراق وضع بتعاون مع جميع الوزارات المعنيه وزاره البيئه، الموارد المائيه، الزراعه، يعني برامج الامم المتحده طيب. مجموعه من النقاط احنا نسميها هوت سبوت البؤره الحاره اللي هي تعاني من تصحر، تعاني من فقدان الموائل، تعاني من تاثير كبير التغير المناخي، تعتبر مناطق حرجه تحتاج الى ايد، يعني شنو اسعافات اوليه. <applause> الاسعافات الاوليه تتم من خلال هذه البرامج اللي هذه المشاكل في هذه المناطق الحرجه اللي هي تعتبر ذات اهميه دوليه للعراق وللعالم. جيد، هذه البرامج والمشاريع شنو تتضمن؟ يعني لما نقول احنا جاي نشتغل بمشروع حقيقي راح يخفف من التصحر، راح يساعدنا نواجه التغير المناخي، شنو تتضمنه؟ طبعا التغير المناخي له التاثير على عده قطاعات. القطاع الاكثر هشاشه هو قطاع الزراعه وقطاع البنيه التحتيه وكذلك قطاع الموائل يعني الانظمه الطبيعيه. في قطاع المياه راح نحاول انه نقلل من استهلاك المياه باستخدام انوفيشن يعني ابداعات افكار ابداعيه يسموها الزراعه الذكيه. او المكنة الذكيه اللي تقلل من استهلاك المياه وهذا ما تقوم به وزاره الموارد المائيه ووزاره البيئه ده. في موضوع التخفيف او التكيف ضد التغير المناخي يعني يجب ان تحافظ على الاراضي اللي مواصلها المؤثر مهي. هذه الاراضي اللي هي يسموها بالانجليزي الانتاكت ناتشرال ايكو يعني مهي. الانظمه الطبيعيه التي لا تزال قائمه مهي. هاي راح يسولها مجموعه من البرامج تحولها الى بروتكتد ارياز او ما يسموها مناطق محميه مهي. هذه المناطق المحميه هي احد الحلول المعتمدة مم. على الطبيعة اللي أنصتها اتفاقية اليو أن أف سي اتفاقية تغير مناخي عفوا آه. وكذلك اتفاقية الأخرى على الدول أن تلجأ إلى هذا يعني على هذا المنهج راح يبدا ايضا ينشا في هذه المناطق للتكيف ضد التغير هذه هذه المناطق شنو ميزاتها؟ يعني حاليا بعدها مشجره، بعدها اكو بيها مصادر مياه طبيعيه نعم, نعم. شنو ميزاتها؟ هذه احتاج انه اخذك آنياك وياك ونروح وراح ندخل الى منطقه متاثره ومنطقه اللي راح تكون غير متأثرة، راح تشوف الفرق الواضح ما بين كمية المياه اللي موجودة، المنظر المشهد الطبيعي اللي موجود يختلف عن ما اللي هو زيادة في معدلات نمو السكان العشوائيات الموجودة، كمية البلاستيك والملوثات الموجودة، هناك منطقة خام، يعني منطقة طبيعية جداً من تقارنها بالمناطق اللي تشهد تلوث كبير، تشهد شحة في المياه كبيرة، تشهد نمو سكاني عالي، تشهد بناء عمراني يؤدي الى تاثير على المناطق الطبيعيه مم. مثل ازاله البساتين مم. وازاله الأشجار. هو, هو هذا تختلف. هم سؤال مهم نعم. هذه الحملات ايش قد اثرت اليوم خصوصا اذا نحكي كمثال العاصمه بغداد يعني مناطق كبيره بالعاصمه بغداد راحت انمسحت نعم. صارت قطع اراضي وصارت دور سكنيه هذا ايش قد اثر سؤال جيد جدا مم. طبعا اذا أرويك خريطه ما بغداد يعني الحدود الاداريه لبغداد والحد... في عام في الثمانينات بالقمر الصناعي وخريطتها في عام 2022، هذا طبعا في بحث منجز من مم. من قبل جامعه بغداد للاخ الدكتور نظير. راح تلاحظ انه المناطق الخضراء تماما 80 الى 70% من عندها تحولت الى مناطق سكنيه، أوه. يعني الغطاء الاخضر في مدينه بغداد انزال. 80% بما بما يقارب 80%، وبقت مناطق فقط باقيه اللي هي تشمل مم. الجادريه مناطق اللي محاذية منطقة نصب الشهيد الراجدية وكذلك مناطق شمال بغداد هذه فقط المناطق الخضراء اللي الموجودة في بغداد اللي بقت والآن لازم تحافظ عليها في مشاريع أنه يعني هاي غطاء نباتي تحتاج إلى كميات أكسجين تحتاج تغير تخفف من تغير والباقي. المناطق الباقي بدا يعني نمو نمو سكاني افقي كبير جدا، هذا طبعا انت راح تلاحظه بشكل يعني اتمنى م. تعرضوها بشكل واضح جدا بدون م. بدون م. اي هذا هذا ايش قد اثر على موضوع درجات الحراره وارتفاع درجات الحراره؟ يرتبط به؟ قبل ما اجاوبك <applause> انت اذا حضرتك هذا للساده المشاهدين ايضا حضرتك وقفت في شارع زي. بدون اشجار ووقفت نفس الشارع باشجار مم. راح تلاحظ انه الفرق ما بين درجه الى درجتين مئويه اعلى بال مم. تخيل يعني كميه الاشجار وكميه الظل الموجود عدا كونها تساهم في امتصاص الغازات الدفيئه الضاره أقل من الامراض اللي ناتجه عن الاير او يسموها الامراض هذا وهذا يمكن يحس بي يروح للمحافظات الشماليه انه هو شمس اكو اكو حر بس كاحساس بي انه تحس انه الجو طبيعي سيد الكريم كل تخفيف يحتاج الى مي واشجار زين فاحنا هذني الاساسيات التخفيف هي اساسا مزاله او بدات تنزال نتيجه للنمو العشوائي وهذا طبعا ده بعض يعني الجهات داق ناقوس الخطر عليه واخذتها بالحسبان الحكومه العراقيه وبدات تتجه نحو م. برامج التشجير. شنو تقييمك لعمل الوزارات المعنيه خلينا نقول هسه الزراعه، الموارد المائيه، التخطيط؟ <applause> انا اشتغل معاهم كخبير كتف بكتف صراحه. وعندهم كادر فني متدرب بشكل جيد جدا. جي. وايضا اثبت نجاحها في المؤتمرات الاطراف سواء كان في مؤتمر التغير المناخي في الدورات السابقه وما سيقدم في مؤتمر التغير المناخي في اذربيجان مؤتمر التصحر في الرياض ومؤتمر التنوع البيولوجي في كولومبيا الفريق الفني متدرب بشكل جيد بل يعتبر واحد من احسن الفرق الفنيه الموجوده شمال الجزيره العربيه والشرق الاوسط وهذا مو ب... مو رايي وانما رايي ولكن اكو مشاريع أولوي الأولويات واليعني البنى التحتية أو المشاريع تحتاج إلى تمويل هذا التمويل يعني الأولويات أخرى يعني تحتاج إلى أنه يتوجه بشكل أكثر إلى قطاعات البيئة ما يخصص بالموازنات الاتحادية نعم. مكافي؟ نعم يعني أنه أتمنى أنه تكون وزارة البيئة العراقية ووزارة المواد المائية والزراعة أي معنى موضوع البيئة يعني يعتبر سيادي يعني نحتاج انه يكون موضوع مهم او مهدد لمستقبل العراق. مم. فعلا نحتاج الى يعني الارقام تقول 14 مليار شجره. طبعا هذا راي وزاره الزراعه مم. الارقام متغيره يعني متغيره متغير الارقام مم. كل ما يكون يعني طبعا بالمناسبه انا ما اشجع على الكث كميه وانما اشجع على النوعيه يعني اضافه الى انه يحتاج الى كميه نحتاج الى نوعيه النباتات اللي تكون ملائمه للبيئه العراقيه، ما نجلب نباتات دخيله ممكن تسوي لنا مشاكل ونضطر الى نزيلها مثل ما سوى دول الخليج، مم. لا نحتاج الى تخطيط ما هذا تقوم بوزاره الزراعه مم. اكيد الى تخطيط بانه الكميه والنوعيه تكون ملائمه للبيئه العراقيه. وعدا صندوق يعني البنك الدولي وعدا يعني شلون تقارير مم. الامم المتحده تشجير ضروري تشجير ضروري ضروري زي. خاصه في المناطق المدن هو أنا هذا اللي راح اسال نعم. عنه انه انا كمواطن اليوم شنو دوري بهذا الموضوع شنو دوري بمواجهه هذا التغير المناخي بمواجهه التصحر بلدنا طبعا اذا نحكي طبعا المناطق اللي تكون ارتفاعها اعلى من خلينا نقول 60 او 50 متر فوق مستوى سطح البحر مم. لها غير مشاكل زي. وانما هو يعني مثلا مناطق تواجه شحه المياه مثلا مم. خاصه اللي ممكن راح نوصل به الى حراجه المياه يعني احتاج المياه بشكل حرج جدا اللي هي مناطق الفرات الأوسط مناطق جنوب العراق آه، أنا أوعي أول مرة على المشكلة الأكثر تأثير على حياته اللي، المشكلة اللي ممكن أنه تسبب إلى هجرته إلى مكان آخر اللي هو المياه مم. في بغداد والمناطق المدن أوعي على المشاكل اللي تأثر على الحرارة اللي داخل البيوت داخل المدن التوعية آه، زراعة الأشجار عدم قطع الأشجار آه، آه، مجموعة من الحملات للشباب انه تشجر مناطق ممكن انها تكون واعده، مناطق تكون مثلا بارك يعني حدائق وطنيه. آه، هاي طبعا هي خطوه يعني اوليه جدا، بعد ما ادخل هذه احتاج الى نظام او يسموه سبيشال يعني نظام زمكاني يعني اخطط المدينه تكون زمانيا ومكانيا تحوي على غطاء نباتي للمستقبل. مهي. فهذا ايضا طيب. في مشاريع يعني موجوده حاليا على الارض. طيب ايش قد هو اكو دور اليوم منطينا لجانب الوعي الجهات المعنيه عددنا احنا كذا وزاره ايش قد نعطي وعي للمواطن بهذا الموضوع والله يا سيدي الكريم ما اخفي كل توجه الناس نحو السوشيال ميديا زين يعني فلاحظ اكو ناشطين بيئين متابعيهم 100 الف مهم. 30 الف 40 الف 50 الف والناس تؤمن بي يعني اللي يحكون بما يطرحه ويقدمه والسوشيال ميديا للحكومه ضعيفه بها مثلا آه. 20 30 واحد صح. صح اي yeah. فاحنا هذا ماخذين نظر الاعتبار، mm -hmm. هذول الشباب اللي موجودين ممكن انه نستخدمهم <applause> رؤيه <applause> الوطن <تصفيق> الوطن رؤيه الوطن mm -hmm. رؤيه الحكومه حول يعني التاثير على النظام البيئي كيف اوجههم انه يدوح. يعني استخدمهم كامباسدرز يعني سفراء كيف اوصل الريت يعني نظره الحكومه نظره الوطن وطن العراق mm -hmm. نظره الدوله حول موضوع البيئه من خلال دول السفراء <applause> الى الناس <applause> عسى والعلم يتغير إن شاء الله. ونشوف انه إن طبيعة افضل درجات الحرارة شوية تقل احنا نحاول والغبار احنا نحاول. لان هذا مصيري فاحنا نحاول ما راح نوقف يعني ان شاء الله للنهاية انا اشكرك الدكتور عمر الشيخلي الاكاديمي والخبير البيئي لكل هذه المعلومات حاضر شكرا, شكرا, شكرا جزيلا عفوا وبالتاكيد مثل ما قال دكتور عمر الموضوع يعني وان يكن انه تحتاج ان الجهات المعنية والوزارات المعنية تنطيه اهتمام اكثر لرئاسة الوزراء الجهات الموازنة التخصيصات المالية تحتاج أكثر هذه الوزارات بس نحتاج الاهتمام من قبلنا إحنا كمواطنين لازم إحنا نوعي نفسنا ونثقف نفسنا موضوع زراعة الأشجار موضوع استخدام المياه كفلاحين والمشتغلين بالزراعة بالتالي حتى نواجه الغبار والأتربة والتصحر وغيرها من الأمور اللي يضر بينا إحنا بالأساس كأشخاص وراح تضر ببلدنا وبطبيعتنا وبكل مفاصل الحياة فاصل وبعد نكمل دعا وكيل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بإنتاج محتوى يساهم بنشر ثقافة عاشوراء وثقافة ملحمة الإمام الحسين عليه السلام، بيان الجادري والتفاصيل. بعالم يشهد تسارع مذهل بالتقدم التكنولوجي. أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية لإنتاج محتوى ثقافي وتعليمي. استجابة لهذه التطورات دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام بين فئات المجتمع وخصوصا بين الشباب. وأكد السيد الصافي على أهمية توثيق الأحداث التاريخية البارزة والاهتمام بقصص الانبياء والمعصومين عليهم السلام وعلماء الامه، لانها تحمل دروس قيمه تبقى نافذه تظل بالمجتمع المسلم، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تقديم هاي القصص بشكل يناسب الجيل الجديد، حتى نضمن استمرار تاثيرها والهامها. اكو عده طرق يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف انتاج فيديوهات ورسوم متحركه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتاج محتوى مرئي جذاب يروي قصص اهل البيت عليهم السلام بطريقه مشوقه ومؤثره ايضا يمكن للتعلم العميق انشاء تجارب واقع افتراضي تمكن المستخدمين من زياره اماكن تاريخيه والتفاعل وياها مما يضيف بعد جديد للتعلم والتفاعل وإضافة لهذا يسهم الذكاء الاصطناعي بترجمة الكتب والمقالات المتعلقة بأهل البيت إلى لغات متعددة، مما يوسع نطاق الوصول إلى هاي الثقافات والمعارف. طبعًا وأكيد ما ننسى إنه من خلال تطوير منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن تقديم دورات تعليمية مخصصة حول مواضيع أهل البيت. تتكيف مع مستوى وفهم كل متعلم هنا نشوف انفسنا امام تساؤلات هامه شلون نقدر نستفاد بشكل امثل من هاي التقنيات لنشر ثقافه اهل البيت وهل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يصبح الجسر اللي يربط بين التاريخ المجيد والحاضر المتسارع وبالختام نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله